مساء الفل على حضراتكم، لايف جديد عبر صفحتكم، صفحة اسلام علوي. عندي ملفين كده حبيت اطلع اتكلم فيهم مع حضراتكم، ملفين مهمين جدا وحاجة تضحك وتحزن في نفس الوقت. موضوع حسين فيصل ورد بقى فريق سموحة لما الزمالك طلب يرجع ابنه حسين فيصل، موضوع هيضحك. والملف الثاني في نهاية اللايف هيكون معايا أخبار جديدة جدا على مواعيد الانتخابات الرسمية والاجتماع اللي حصل النهاردة. ما تستغربش، احنا مشينا محمد صلاح سنة يعني تقريبا 2013، مشيناه بحجة عدم الصلاحية الفنية. ممدوح عباس بص لمحمد صلاح بصة كلها كورة، قالوا انت ما تصلحش وما تنفعش. يعني احنا كان عندنا بصة بصناها لمحمد صلاح كان كلها كورة، واكتشفنا ان محمد صلاح لا يصلح، ومحمد صلاح بقى احسن لاعب في العالم. فيعني يعني انا عن نفسي ماشي بستغرب، يعني ما بستغربش بكيفية النظرة الكروية العميقة اللي اوقات دايما بتضيعنا في الاختيارات الفنيه للتعاقدات وللراحلين. انا اقسم بالله طول عمري بعيش على القفه دي، بتتعبني بتضايقني. تلاقي الزمالك بيمشي نجوم كبار، تقعد تقول يا جماعه الناس دي بتمشي ازاي؟ يعني اخرهم لاعب زي كريم بامبو، يعني لعيب مهم جدا، يعني انت بتمشي ليه وعندك مراكز ضعيفه وعندك ازمات؟ لا عادي يمشي كريم بامبو وتروح تجيب لعيبه تانية، وحتى مثلا في الحقبه البائسه ما يقتنعش بصلاح ويروح يجيب، مع الاحترام والتقدير يعني، لسعيد قطه. جاب سعيد قطه وجاب كينج ساني من نيجيريا وجاب ناس زي الفل، وتحملنا وكتمنا في قلبنا. يعني نفس ذات الشخص اللي ما اقتنعش بامكانيات محمد صلاح رفض صلاح وراح جاب سعيد قطه وجاب وزه وجاب بطه وجاب كل حاجه. لا دول جمال جدا، دول اضافه للزمالك. ومع احترامي قال لك ايه بقى؟ مع احترامي ان هو لن يندمج في بوتقه الفريق يعني. ف تجري الايام نتعلم من غلطنا ابدا، يعني ما ينفعش نتعلم من غلطنا، ما ينفعش. يجي 2021 اللاعب حسين فيصل يبان لمسته في الملعب انه لاعب كويس والزمالك يمشيه ببلاش، يوم فريق سموحه واخده مننا على الله مجانا هديه. لا الجميل بقى والانكت، والنهارده تقريبا حد من المجلس او حد تفاوض معهم شفوي، فالكلام اللي بقوله لكم ده كلام رسمي، يعني تصريح خرج من مسؤول الفريق سموحه. يا ريت نعمل مشاركات علشان نتعلم، نعمل مشاركات عشان نتعلم. شوف فريق سموحة رد علينا قال لنا ايه. فريق سموحة قال انا هسيب حسين فيصل ما عنديش مشكلة، وهو طول عمره فريق سموحة يعني بيفكرك مثلا في انجلترا زي الارسنال كده، اللي هو يجيب لعيبة ويبيعها. فسموحة ما عندوش مشكلة، قال لك يا باشا اللي عايز يجي ياخد من عندي حسين فيصل عدله على الترابيزة 25 مليون جنيه. 25 مليون جنيه في 3 شهور، ما كملش والله 3 شهور، في شهرين ارباح 25 مليون جنيه في لاعب في شهرين، انا اللي صنعه وانا اللي عامله وانا اللي مربيه ومؤسسه ومأكله ومشربه، يعني ده متغذي في كانتين النادي، كافتيريا النادي تشهد. يعني هو ده الراجل دوت يكبر وتأسس عندنا ولا اي حاجه، يجي يطلع لك محامي. ما بقول لك من التصريحات اللي هي الغريبه، يقول لك اصل الزمالك ليه حق رعايه. هنتكلم على 2% ولا 3% من قيمة لاعب هو قيمته الفنية أهم؟ يعني أنا أجي في الآخر أجي أقول لهم يا جماعة والنبي طب شوفوني ب 200,000 جنيه، بمليون جنيه، 500,000 جنيه، ده طموحي في الحياة؟ ولا طموحي إن أنا أحاسب الناس اللي بتمشي اللعيبة المهمة عندي، وألاقي سموحة إدتني كشافة على العين خلتنا أشوف الحاجة اتنين، هي فوقتنا اللي هو يعني عارف أنت ألم ورا ألم ورا ألم. إمبارح كان صلاح والنهاردة حسين فيصل، وهلم جرة لعيبة مميزة تمشي وما تعرفش
الناس عندنا دارسه كوره ولا دارسه كره سله ولا باليه مائي. الموضوع يا جماعه صعب، الموضوع صعب. فين اللجنه؟ احنا ليه بنشكل لجنه اسمها لجنه الكوره في نادي الزمالك لا تقوم بدورها على اكمل وجه؟ هي الناس دي كانت بتقعد مثلا بتجتمع كلجنه بتتكلم في حاجه غير الكوره؟ يعني هي اسمها لجنه الكوره، اللجنه بقى اللي كانت مسؤوله في جميع اي حقبه، اللجنه اللي كانت مشكله مثلا في اختيار محمد صلاح وبلغت ممدوح عباس ان الراجل ده ما ينفعش، اللجنه ديت ايه ده؟ دي لجنه عباره عن ايه بقى؟ دي لجنه فض مجالس؟ طب اللجنه اللي مشت حسين فيصل وكريم بامبو واسامه فيصل ومشت الدنيا دي كلها ومروان حمدي كلهم راحوا منتخبات، اللجنه دي برضو وضعها ايه؟ وضعها ايه؟ اللجنه اللي ما عرفتش انها تتفاوض مع فرجان يا جماعه، مواضيع اغرب من الغرابه. تشكيلها لو تتحط كده تحت بند تتقال ايه؟ سمك ولبن وتمر هندي. انا ما يا جماعه بصوا، ما ينفعش انا يبقى عندي حاجات او اخبار زي انا طالع بيها ديت واطلع اجي اقول حصل خير ونقعد حصل خير لحد ما انا اشيب وعجز واسناني تقع وتطلع اجيال جديده شوف اخطاء ساذجه ساذجه. ما انت بتضيع لعيبه عندك بملايين، استثمار غير طبيعي. برافو سموحه، لازم تقول برافو، برافو فريق سموحه. عرف يا باشا ياخد منك حاجه ببلاش الا ربع، طلب منك 25 وسعره هيزيد كمان عن 25 مليون. هيوصل ممكن تلاقيه تسمع 100 مليون 80 مليون. ما هو اول حاجه قال لك 25، اول كلمه 25 مليون. طب الراجل دوت لو جاب له جون كمان مع منتخب مصر اقسم بالله تسمع 40 مليون و50 مليون. ما هو انت عندك صلاح محسن انضم للنادي الاهلي ب 40 مليون، يبقى دوت بقى يعني مع صلاح ما عملش حاجه مع منتخب مصر. طب انت بتتكلم اللي هو صلاح محسن يعني، طب بتتكلم بقى على حسين فيصل بسنه الصغير ده بادائه العالي ده والراجل دوت بالاداء والتالق ده جاب له كمان جونين ثلاثه مع منتخب مصر، هتلاقيه بكام؟ احنا نقفل الموضوع، احنا كده كده القيد عندنا موقوف، يعني احنا بس ايه؟ نتفرج بس. عارف هو الشعار اللي يقول لك ايه؟ اتفرج بس. احنا كده كده اساسا لو حتى معانا فلوس ندفع ال 25 ما ينفعش ان احنا نضمه. ما ينفعش ان احنا نضمه. طيب والله العظيم اقسم بالله يا جماعه انا حزين جدا على القرارات اللي بتتاخد وعلى الحاجات اللي تضحك، تحس انها اوصفها في وصف اقل وصف عندنا صغير، يعني عايز الوصف البسيط، اندفاعيه، عشوائيه، لا مبالاه. دي الحاجات الوحيده اللي ممكن تتوصف في موقف زي ده، اندفاعيه لا مبالاه، عدم تقدير موقف. والحاجات دي على فكره في لغه الاداره الناس اللي فاهمه اداره دي اصلا لوحدها دي مصيبه. يعني لما انت تكون في مؤسسه كبيره زي مؤسسه الزمالك ونادي بيشجعه ملايين وتاخد قرارات غير مدروسه وقرارات مندفعه وتضيع حاجات على نادي الزمالك مفيده، يبقى حرام يعني، حرام حرام. لا وبقى عصام الشوالي ما بيستناش، عصام الشوالي عمال بيجلد فينا وبيجلد في المجلس وبيجلد في الدنيا كلها، وازاي ضاع هذا حسين فيصل؟ وانا بقى يعني انا يعني انا الشوالي ده نفسي افهمه، انت بس حياتك جلد على الزمالك؟ يعني تصريحاتك كلها جلد تطلع في اي لقاء، لا اما تندمنا لا اما تخترع القاضيه لا اما، يعني انا صراحه الشوالي ده مش فاهمه. لا اما يجلدنا يجي يقول لك هو ازاي ضيعوا حسين فيصل والحقوه يا اخوانا وبتاع، ما احنا عارفين هنعمل ايه يعني. وبعدين حتى لو هنلحقه هنلحقه ازاي وقيد موقوف؟ هنعمل ايه؟ يعني هنقعد نشغل اللطمه بالكهرباء وخلاص يا عم شوالي انت كمان؟ لا اما قاضيه ممكن هو ما تعرفش، شوالي شكله حب الترند وحب الدنيا دي. ما علينا، تعالوا نخش بقى على الملف الثاني. هعمل فقره الاسئله مع حضراتكم في نهايه اللايف، عباره عن دقيقتين هسمع معاكم كل اللي انتم عايزين تتكلموا فيه وهرد على تعليقاتكم. يا ريت نكمل مع بعض لحد النهايه. طيب كان في اجتماع من شويه خلاص بشكل شبه رسمي. ليه بقول بشبه رسمي؟ لان لم يتم اعتماد اللي انا هقوله دلوقتي لحد اللحظه دي، ما اعتمدش. باب الترشح للانتخابات هيكون 20 ديسمبر الحالي. باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك 20 ديسمبر الحالي. ده بشكل بقول شبه رسمي ولكن خدوها مني، يعني هو خلاص مؤكد، فاضل بس توقيع وزاره الشباب والرياضه. فتح باب الترشح 20 ديسمبر الحالي لمده قد ايه يا اسلام؟ لمده اسبوع. الترشح هيكون لمده اسبوع. الانتخابات هتكون امتى يا اسلام؟ يعني فتح باب الترشح غير الانتخابات، الناس ركز عشان في توهه في الحته دي. الترشح تروح تقدم ورقك 20 ديسمبر اللي احنا فيه لمده اسبوع. الانتخابات تبدا من يوم 10 11 12 فبراير. 10 11 12 فبراير، ثلاث ايام. الطبيعي تبقى في يوم واحد
ولكن عشان الظروف الصحية والكلام من دوت والتخوف من القصص دي فهيتعمل على 3 ايام. كويس. هيتم ارسال المواعيد ديت لوزارة الشباب والرياضة، ومستنيين طبعا الختم بتاع وزارة الشباب او الموافقة يعني. الاسماء اللي اعلنت ترشح حتى هذه اللحظة اللي انا عندي علم بيه، الكابتن طبعا والاستاذ صبحي عبد السلام، قائمة المستشار مرتضى منصور اكيد في ناس كتير سمعتها، الاستاذ احمد عادل عبد الفتاح، الاستاذ مدحت العدل، الاستاذ احمد مرتضى منصور، يعني ديت من ابرز الاسماء حتى هذه اللحظة اللي في قائمة المستشار. ممكن ورد فيها التعديل، وارد التعديلات جدا، وارد ان في اسماء تتغير، اسماء تتشال، ولكن دول الثابتين لحد دلوقتي. تمام. يعني استاذ مدحت العدل هيكون موجود، استاذ احمد مرتضى، استاذ احمد عادل عبد الفتاح، دول اللي ثابتين بنسبه 100%. الباقي ممكن واحد ولا اتنين يتعدل، واحد ولا اتنين ممكن يتعدل. تمام. تعالوا بقى، انا كده خلصت اللي عندي. تعالوا اسالكم، أو اسالكم مش انا اللي اسالكم، انتوا اللي تسالوني في دقيقتين كده، تشوف انتوا عايزين ارد على اي حاجه انتوا عايزينها. علي محمود بيقول يا استاذ اسلام ممكن سؤال؟ اتفضل. طبعا اتفضل، تحت امرك. شفتونا يا جماعه طالع ملاك ازاي؟ لابس ابيض في ابيض، والورق ابيض، وورايا علم ابيض، والدنيا كلها ابيض في ابيض. شويه وهطير. علي بيقول لي فاركو اعلن تفعيل بند شراء محمد صبحي. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، مش من حقه اصلا. يعني العقد بتاع محمد صبحي مازال بيتراجع لحد دلوقتي، وفي كذا ثغره ما فعلتش لحد اللحظه دي، مفيش الكلام دوت يا جماعه. كاب اسلام بيقول لي يا ريت تقرا رسالتي، اقصد تعليقي. طيب ماشي، يا ريت تبعتها، ابعت اللي انت عايزه. علي محمود بيقول لي المستشار هيعلن امتى؟ خلال ساعات، يعني خلال ساعات. وانا جيت قلت لكم يعني ثلاث ارباع القايمه اهو، فاضل الاسم ولا اثنين هيتعلن يعني بشكل رسمي خلال ساعات. بشكر الناس الجميله اللي بتبعت نجوم، اللي بتدعمنا دايما كده وبترفع معنوياتنا. صحة موضوع كرتون. يا جماعه بمناسبه انا نزلت بوست بس برضه هضيفها، كرتون خد النهارده المرتب بتاعه وقصته خلصت. كرتون كان عامل الهليله دي كلها عشان المرتب بتاعه، خد المرتب ونزل في الحساب بتاعه، ربنا يهديه. موضوع محمد صبحي ده حقيقي؟ لا مش حقيقي. لا يا استاذ شيماء. السيد بيقول الزمالك يرجع حسين فيصل. انا اتكلمت في الموضوع دوت من شويه. سيد شكلك لسه داخل متاخر، يعني ما شاء الله سموحه طالبه 25 مليون جنيه. وبعيد عن 25 مليون انت كده كده القيد عندك موقوف لي ان شاء الله يعني اغسطس الجاي. اخبار بن شرقي يا اسلام؟ في جلسه ان شاء الله مع بن شرقي لما يرجع من كاس العرب، هيبقى في جلسه بينه وبين مسؤول الزمالك. يا رب، ربنا يهدي. بس انا ما دام في تفاوض متفائل يعني. علي بيقول لي ماشي يا محترم، مش ممكن امير يبقى في القايمه؟ يعني هو لا مش هيخش في القايمه الاداريه، هيكون ليه دور في النادي ولكن مش هيكون يعني داخل في الانتخابات. حازم بيقول لي انت محترم، ربنا يخليك حبيبي، انت الاحسن والله، كلكم احسن يا جماعه. علي بيقول لي الصوت، الصوت زي الفل يا علي. صبحي يعني ضاع الزمالك ليه؟ في مشكله في البث؟ لا البث زي الفل. هو فرجاني راجع الزمالك، القيد واقف، هو جاي مصر، وارد ان يحصل تفاوض، وارد يبقى في كلام، بس القيد واقف. يعني القيد واقف يا جماعه لحد اغسطس الجاي. ولو مشكله مارتيمو البرتغالي وشيكابالا وسبورتنج لشبونه هنقعد سنين مقضينا مع بعض. ف يعني يا ريت ننسى موضوع الصفقات كده. انتوا اول ما تلاقوا شعري يعني دقني ابيضت، شعري بقى الحبه اللي قدام كمان وقعوا والدنيا كده عندي وعكاز، كده هيبقى فك خلاص، تعرفوا قرارات غلط، ربنا يهدي الحال. هنعمل ايه؟ القايمه عندنا يا جماعه لحد اغسطس ان شاء الله تفتح، مش عندك غير الاعراض اللي ترجعها. حبيبي الغالي مصطفى الزملكاوي منور رصاصه. البث بيقطع، البث زي الفل يا احمد يا جمال، الصوت حلو والله يا حبيبي، في مشكله في الصوت بطل يا سعيد. بتابعك من زمان وانا اهلاوي بس بحبك على راسي. محمود منور رصاصه اسلام، ربنا يخليكم يا جماعه. بشكركم مره ثانيه على المتابعه، قريت اغلب اسئلتكم. منور الدنيا يا اسلام انت وكل زملكاوي، ربنا يخليك. خالد عبد الحكيم انت نجم، انتوا الاحسن، اجمل اخوات واصحاب واجمل متابعين على الصفحه. سيبكم يا جماعه من التعصب، احترام اللون ده مبدئي، ودي رساله. بعض العيال تخش تبعت لي رساله على صفحه وللاسف حاسبين نفسهم زملكاويه، وفي بعض والله اقسم بالله انا مش عايز اديهم قيمه يعني، ولكن انا بوجه رساله. في فرق من احترام اللون، ان المشجع اللي معك يحترم انتمائك، وفي فرق لما انت تكون متطاول وانسان مش كويس او مش متربي ناقص رباية. لون اسلام علوي هو احترام اللون. انا زملكاوي هتحترم هويتي وانا احترم هويتك،
ايه المشكله؟ ده نادي انت، انا اشجع الزمالك وبتاع من غير ما اطول عليك. اللي فاهمين ان الاختلاف عباره عن قله ادب انت مش كويس، اللي فاهم كده ايا كان انتمائك، زملكاوي ومش كويس ومش متربي ولا زملكاوتك تنفعني بحاجه، احترم نفسك. في فرق من احترام احترام الانتماء والهويه، وفي فرق من ان انت تكون انسان متطول. انا عمري في حياتي لا هبقى متطول، ولا عمري في حياتي هغلط في حد، ولا دي مدرستي. مهما الكلام ده مش عجب حد ما يهمنيش رايك. الكلام ده مش للساده المتابعين اللي هو حضراتكم، الكلام ده عارف ورايح فين. الكلام ده هم عارفين انا بقول لمين. يومكم جميل وعسل، يا رب دايما نشوفكم بألف خير، إن شاء الله هكون معاكم دايما في أي مستجدات، أتمنى تعملوا مشاركات توصلوا الكلام دوت لكل المهتمين بقصة حسام فيصل أو الانتخابات الخاصة بنادي الزمالك. محمد الشيخ أرسل لنا 100 نجمة، ألف شكر يا محمد الشيخ. تحياتي يا محمد الشيخ يا محترم، وألف شكر لكل اللي بيدعمنا وبيقولوا لنا كلمة حلوة أيا كان ميوله. أي ألف شكر لكل بني آدم نظيف عارف إن في الأول وفي الآخر الكورة دي عبارة عن هزار، داخل كده برواشة بخفة دم يهزر ويضحك، ويكون عارف ان اسلام زملكاوي يحترم ان اسلام بيدعمنا دي، انا اكون عارف انك اهلاوي استنى منك اي كلمه واتقبلها بدون تطاول. الناس ديت يا جماعه انا بشيلها على راسي، احنا كنا في الاول في الاخر اهل واخوات، وعمري في حياتي ما امشي في السكه بتاعت الهبل ان انت عشان اهلاوي اقوم شتمك، انا ما بشتمش حد. ولكن زملكاوي ابا عن جدا غصبا عن اي حد. تمام؟ يومكم جميل، تحياتي اسلام علوي.